الضيف هو الدكتور محمد الفايد، الأستاذ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. صباح الخير دكتور الفايد. صباح الخير. أهلا بك. أهلا وسهلا. إذا دائما مكملين في المواضيع اللي كتهم البرد والتغذية وهذا العلاقة بين المأكولات وبين هذه الفصول الباردة. نعم. تفضلوا. علينا عموما تحية طيبة لكل المستمعين قبل الحديث، وعموما أنا دائما أحاول أن أرجع المستهلك إلى المنتوجات الوطنية والمنتوجات التي بين أيديه، فهناك بعض النصائح موضوية، يعني هي موضة فقط، أن يعني في السبعينيات والثمانينيات كنا نسمع عن الإسبانخ وأن الإسبانخ جيد وأنه غني وأنه، والإسبانخ ليس غني وليس جيد ولا يقارن مع النباتات التي يدوسها الناس بأقدامهم مثل الخبيزة ومثل هذه الأشياء اللي عندنا في المغرب، القرنينة، هذه الأشياء هي أكبر يعني بكثير وأحسن بكثير من هذه الأسماء التي نجدها على الشبكة العنكبوتية أو نسمعها ليل نهار. فيجب أن نتمن أو نعود فقط أن نستغل هذا يعني هذا الوسط وهذا الحمد لله هذا البلد الطيب الذي فيه كل شيء. وتكلمنا هذا الأسبوع على الترفاس، تكلمنا على الخروب، تكلمنا على الكبار، وتكلمنا على السكوم، هذه كلها أشياء جيدة وأشياء تؤكل في هذا الفصل. ثم اليوم ربما نكمل اللائحة، رغم أن تكلمت عليها، ولكن نكمل اللائحة بالخبيزة. نعم. وهذه البقولة أو الخبيزة، وهي الكلمة العربية هي اسمية الخبيزة بالألف وليس بالتاء مربوطة، يعني الكلمة العربية الخبيزة هكذا، ثم أو يعني احنا في المغرب نسميها البقولة ولكن كذلك الخبيزة. لماذا سميت هذا الاسم؟ لأن البذور، بذور الخبيزة على شكل خبز، يعني اللي يشوفوها الناس في البادية هذيك البذور ديال هذيك الزرعة ديالها كتكون مدورة بحال الخبزة، ولذلك سميت بهذا الاسم الخبيزة. وهذا نبات ينبت بجانب السكان، ولكن يجب أن نتحرى شوية يعني الشروط الصحية وشروط النظافة، لأن خاص الناس يأخذوا بعيد من السكان، وخصوص مع الأسف الشديد مازال عندنا كلاب ضالة، وهذه الكلاب كتبقى يعني كتدور في يعني في الحقول، وربما يعني تلوث أو ربما تمر بهذا النبات. ولذلك كل النباتات التي طولها لا يتعدى النصف متر فيجب أن يتحرى الناس هذه الأشياء، لأن هذا المشكل اللي مازال عندنا، مازال عندنا كلاب ضالة، ومازال عندنا مشكل تكيسات ومشكل أمراض فيروسية وكذلك أمراض طفيليات التي تأتي من هذه الكلاب. نعم. فمن الأحسن الخبيزة تكون بعيدة من السكان، وإلا كانت وسط الحقول تنبت وسط الحقول القمح مثلا أو شعير ولا شيء يكون أحسن، ولا حتى ما بين المزروعات، يعني كيكون هذاك الحد كتكون نابتة فيه ولا شيء، ولا ما حد الموطع يكون بعيد من السكان، أظن يكون أحسن باش تكون نظيفة جدا. لما تكون نابتة قرب السكان كيكون السيقان ديالها بويض، يكون السيقان ديالها طوال ورقاق وبويض، ملي كتكون نابتة بعيد وكتكون جيدة وتتوصل النضج ديالها كيكون هذوك السيقان ديالها غلات شوية وكتكون كحلة، يعني كتكون تبان يعني الخضرار ديالها شديد حتى كيولي كحل. هذه الخبيزة هي غنية، هي مسخنة، هي تتكال دابة في الحال بارد، هي كتسخن وهي يعني تحد من الكحة وتحد من هذه الرعشة اللي الآن للناس كله، خصوص البلغم، نحن في فصل البلغم الآن، هذا السيكريسيو يعني هذه الأشياء الآن المخاطية اللي كتخرج الناس من نيوفوم واللي كتخرج من الحنجرة ديالهم، هذه الأشياء تأتي من ستكون في هذا الفصل، هي طبيعيا تكون في هذا الفصل. نعم. والخبزة فيها فلافونويدات، المالفين والديلفينيدين، هذا والهيلوين والألتين والبيكتين والكويرسيتين، هذه فيها فلافونويدات كثيرة الخبزة، ولذلك أنا قلت هي تفوق يعني البروكولي وتفوق الإسبانخ وتفوق النباتات التي يسمع عنها الناس وكأنها يعني تحيي الموتى، وهي ليست شيء. طريقتنا المغربية دائما يعني إما كنفوروها ولا كنسلقوها. نعم. ولا كطيب بزاف، واش كتبقى محتفظة بالمكونات الأساسية اللي كيخصنا نستفيد؟ نعم جيد، هي تطيب بالبخار، تيفوروها الناس وكيعملوا معها زيتون ولا كيعملوا معها السكوم. نعم. هو من قبل كانوا كيعملوا معها السكوم، كتمشي مع السكوم جيد، وكيعملوا معها الثوم وزيت الزيتون. كتجي جيدة، وكاين الناس اللي غادي هي احسن طبخ ديالها هو يعني التبخار، يعني هو البخار. نعم. ولكن تحتفظ بالمكونات الاساسيه؟ لا تحتفظ. نعم نعم تحتفظ بالمكونات. نعم. ثم ربما تسلق وتقطر وتقطع وتكال، علاش؟ لان هذه المواد غادي تنقص شويه، ماشي مشكل غادي تنقص، ولكن هي غنيه جدا، لان الفلافونويدات هذه اللي تكلمت عليها هي فلافونويدات قويه جدا، يعني ماده المالفين والديلفيدين والكويرسيتين
والالتين هذو يعني قويين جدا وفيها فيتامين ا وبي وسي. هذا الفيتامينات ال ا وبي وسي هما اللي محتاجهم الجسم الان، لان فيتامين ا هي تزيد في المناعه، ويعني هي الفيتامين الان اللي كتقي الجسم حتى من السرطانات. فيتامين بي هو فيتامين الاستقلاب، وفيتامين سي هو فيتامين مضاد للاكسده كذلك، وهو يقي من السرطان. والناس اللي كيتناولوا الفيتامين سي ماشي اقراص، اللي كيتناولوا فيتامين سي في الماكولات يعني في التغذيه بنسبه عاليه يكونوا يعني لا يتعرضون الى سرطان يعني بسرعه، بنفس الحده اللي كيتعرضوا بها الناس اللي يعني عندهم يعني المواد الغذائيه ديالهم ولا الاكل ديالهم ناقص من الفيتامين سي وكذلك الفيتامين دي. هاد الفيتامينات وهاد الفلافونويات اللي كتخلي الخبيزه تكون يعني نبات راقي فيها واحد الهلام، الناس ملي كيطيبوها كتلصق، كتبقى تلصق فيها واحد الهلام، وهذاك هو اللي ما كيعجبش الناس. عكس هذاك هو الهلام اللي خاصو يمشي يعني للقولون. لماذا؟ لان هذا هو اللي كيشطب هذا القولون، كيشطب يعني هذا المسرح الغليظ يعني، وهو اللي يقي من هذه المشاكل الان اللي كانت تشكاو منها، مثل مثلا القذف الانفاك، مثل بعض الاشياء حتى عدم الامصاص. يعني الخبيزه كذلك تطرد المياه من الجسم، يعني هي شرف الله وقدر السامعين هي مدره للبول، مدره للبول، وخصوصا ملي كيكون واحد الام اثناء التبول. هذيك الالام اثناء التبول الخبيزه كتنقص منها، ولكن ماشي اي الام، لان كاين الام مترتبه عن امراض اخرى، يعني الام اللي عادي اللي كيجي غير من البرد، ولا شي واحد ما كيلبسش مزيان ولا شيء. هذا الحريق هذا الخبيزه يعني كتحبس منه، ويعني ما كتخليش يعني هذا الحده ديالو، لان كاين اللي كيتشكاو كثار من هذه، وهي عليا عموما الخبيزه هي المسالك البوليه والمسالك التنفسيه. لماذا؟ لان حتى الكلية تتنظف كذلك، حتى الكلية والمسالك التنفسية قل انها يعني تحد من هذه الكحة ومن هذه الرعشة وهذه الإصابة بالبرد. الناس كيحسوا برسوم بريدين، يعني كيحس بواحد الرعشة، رغم ان واحد بعض المرات يكون شخص سخون، ولكن مع ذلك داخليا كيحس بهذا الرعشة. يعني هذا الخشاش اللي تكلمنا عليه في هذا الأسبوع، السكوم والخبيزة والخروب والترفس والكبار، هذه كلها هذه اللائحة كلها نباتات جيدة للأشخاص اللي كيعانيوا من الأعراض اللي كتأتي من كثرة الأكل ومن كثرة الدسم، خصوصا الأشخاص اللي عندهم مثلا سكري، أشخاص اللي عندهم كوليسترول، أشخاص اللي مصابين بالحصاف المرارة، ويعني الأشخاص اللي عندهم يعني افراط في الطاقه، اللي عندهم طاقه زايده، ومن كتكون طاقه زايده طبعا تكون سمنه ويكون كوليسترول. يعني هنا كنعاودوا ناكدوا بان هذا الشيء راه ماشي علاج. نعم ماشي علاج، هذه تغذيه، لان مع الاسف الشديد الناس ولاو كيسمعوا بعض النصائح وكيبقاو يقلبوا على الماده على اساس. مره واحد تيتصل بيا تيقول لي انا شريت البطاطا حلوه وبديت كنطحنها ونشربها. هذا خطا، هذا خطا. نحن نتكلم عن الاكل غير الاكل الموسمي. كاين الناس اللي ما غاديينش يفكروا مثلا في الخبيزه واخا يلقاوها قدامهم، كاين اللي ما غاديينش يفكر في الطاطا الحلوه واخا يلقاها في السوق. كاين بعض الاحيان نخرج الناس عن من هذا الخشاش هذا، لان كيقول لك راه كيجمعوه النساء غير من الاطراف ديال الشوارع، وهذا ما كيكونش يعني العنوانه ديالته فيه، فما كنعرفوش أكيد. من الناس. نعم كيكون ربما بعض التخوفات. نعم اكيد اكيد. الى 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 ما هذاك الشيء علاش الناس اللي في الباديه كيتمتعوا احسن من الناس اللي في المدينه، ولا من اللي كيمشيو الناس على احبابهم في الباديه على الاقل يجيبوا معاهم هذه الاشياء هذه، باش تبقى ذاك التبادل وديك السوسيولوجيا ديال المغرب تبقى حيه. نعم اللي كيكون ثقه فيهم نعم لان انا اعطيت حتى المواصفات ملي تكون الخبيزه رقيقه وطويله. دابا هذه الخبيزه اللي داخله دابا كل الخبيزه اللي نابت حدا السكان، الخبيزه اللي غادا تكون جيده هي الخبيزه اللي غادا تخرج اللي عاد تكون مزيانه في شهر جوج، عاد كتكون الخبيزه ديال الحقول. هذه اللي كاينه دابا هي خبيزه ديال الشوارع كما قلتي، وديال حتى تنبت في المزابل، هي تنبت في المزابل جيد اي مكان. ولذلك يجب الناس يتحراوا هذه المسائل باش ما نخليوش عاوتاني حتى ذوك الناس اللي عديم الضمير يلعبوا بالمستهلك. فمن الاحسن نتحراو هذه الاشياء هذه، وماشي غير الخبيزه، جميع المنتوجات اللي كتدخل السوق خصنا نتحراو يعني المصدر ديالها. ولذلك اقول ان النصائح الغذائيه ما كتمشيش لواحد التغذيه نلقاوها في الانترنت ونقولوا للناس كلوها. انا كنعطي منين جايه وكيفاش نابته وفين كاينه وشنو هما المشاكل اللي ممكن يعني تجي بها. فهذه القضيه هذه ديال هذه الكلاب الضاله اللي كتسارى في الحقول، حتى الخضر ربما تلوث، حتى حقول الخضر نيت اللي كناكلو ربما تلوث، لان طبعا هاد المسائل هذه هي خاصها حل، لان الحقول ديال الخضر ما محاطاش بالسياج،
وربما ماشي غير كلاب، ربما حيوانات اخرى تمر بهذه، بحال مثلا بعض الحقول اللي كتجي قريبا الغابه وتخرج هذاك الخنزير مثلا ولا السونغلي، والخنزير ملي كيتسارى في الحقول تيخلي فيروسات وتيخلي يعني تلوث المزروعات، يعني التلوث خطير جدا. نعم، اذا دائما كيخص الانسان يرد البال، يرد البال كمستهلك لاي شيء كيجي يشريه من السوق. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد السيد، السلام عليكم. الاستاذ معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره، الى اللقاء.